حياكم الله مجددا. في هذا الجزء من المحاضرة سوف نتحدث عن قطعة الميكروبيت، عن أهم الخصائص والمزايا التي تمتاز بها الميكروبيت، وسوف نتعرف على الواجهة الرئيسية للميكروبيت حتى يسهل التعامل معها. أول جزء سوف نتعرف عليه في الميكروبيت هو الليد أو الإضاءة أو اللمبات. تحتوي الميكروبيت على 5 صفوف وخمس أعمدة من الإضاءات أو الليد، يمكن التحكم بإضاءتها أو بعدم تشغيلها أو بدرجة سطوع الإضاءة. تبدأ الإحداثيات في أقصى اليسار في الجزء العلوي من الميكروبيت. الفائدة من معرفة الإحداثيات حتى يسهل برمجة الميكروبيت بناء على معرفة إحداثيات الليد المراد إضاءته أو عدم تشغيله. الجزء الثاني في قطعة الميكروبيت هو أوامر الإدخال أو الباتنز، أزرار الـ A و الـ B. شكل من أشكال المدخلات في الميكروبيت عن طريق الضغط على الأزرار. الضغط المستمر يعطي أمر استمرار. يوجد لدينا أيضا في الميكروبيت البنز P0, P1, P2، وهي دبابيس لربط أجهزة الاستشعار الخارجية بقطعة الميكروبيت، وممكن أن تبرمج على أنها مدخلات أو مخرجات. أمثلة على استخدامها أو ربط الميكروبيت بالأجهزة الاستشعار عن طريق البنز: الضوء أو كشف المعادن أو الرطوبة وغيرها. يمكن عمل جهاز إنذار سقي النبتة من خلال ربط الميكروبيت من خلال البنز بالحساسات الخارجية. يوجد على أطراف الميكروبيت فتحتان للتركيب والخياطة والتثبيت، بمعنى إذا أردنا ربط قطعة الميكروبيت على جهاز خارجي، دمية أو صندوق أو غيره، يمكن من خلال هذه الفتحات تثبيت قطعة الميكروبيت على الجهاز الخارجي. لعمل دائرة إلكترونية نحتاج إلى 3V كمدخل للفولت والجراند GND، وهو الأرضي في البوابة الإلكترونية أو في الدائرة الإلكترونية، لتمكين المستخدم من تشغيل أجهزة خارجية مثل المحركات باستخدام البطاريات أو USB. هذه الواجهة الأمامية لقطعة الميكروبيت. الشريحة التالية لدينا الميكروبيت من الجهة الخلفية، تحتوي على مدخل USB يمكن من خلاله تحميل البرامج سواء من أجهزة الويندوز أو الماك من خلال سلك USB المرفق مع الميكروبيت. من خلاله يتم أيضا توصيل الميكروبيت بجهاز الكمبيوتر. يوجد في الميكروبيت بلوتوث، لذلك يمكن اعتبار الميكروبيت من أجهزة إنترنت الأشياء، حيث يمكن إرسال واستقبال الإشارات من أجهزة أو قطع الميكروبيت الأخرى أو أجهزة خارجية كالحاسب والجوالات والأجهزة الذكية بشكل عام. يمكن تحميل البرامج من خلاله بشكل مباشر. يوجد أيضا زر، وهو زر الريستارت، زر مباشر للنظام وله عدة استخدامات، أما إعادة تنفيذ البرنامج أو عند استلام برنامج عن طريق البلوتوث. سنتعرف عليها من خلال المحاضرات بإذن الله. يوجد لدينا أيضا مدخل للبطارية، يمكن توصيل البطارية من خلال هذا الجزء. البطارية تكون مرفقة مع قطعة الميكروبيت. المعالج الرئيسي، جميع البيانات والبرامج تخزن وتعالج على هذا المعالج. صممت بمساحة 128 كيلو بايت ومساحة 16 كيلو بايت ذاكرة مؤقتة اللي هي الرام. تحتوي قطعة الميكروبيت أيضا على البوصلة. البوصلة يمكن اعتبارها حساس إلى المجال المغناطيسي، يسمح الميكروبيت تحويل المجال إلى الأرقام. يستخدم مع بعض البرامج التي تحتاج حساس الاتجاه أو معرفة اتجاه الزوايا ودرجة ميلان الزاوية. حساس الحركة يحول معلومات السرعة إلى مدخلات رقمية، مثلا يمكن استخدامها كحساس لحركة الشخصيات أو لعبة الملاكمة.